وإن شاء الله يكون جيد هاي السنة. زين، بشكل عام لو سألتك أيضاً، أنا سألتك عن محمد قاسم، أسألك عن محمد حميد وتوقيعه للقوة الجوية باعتبارك حارس نفس صح. المركز. مسألة جداً طبيعية نكون حراس اثنين، حراس منتخب أكيد إضافة للنادي، يعني إضافة للفريق، تكون منافسة على مستوى عالي. وهم لا تنسى ترى محمد شاكر حارس منتخب، ومحمد شاكر حارس منتخب طبعاً. بس احنا ثلاثتنا حراس منتخب، أكيد هي منافسة، والمدرب الفريق هو يقرر. هذه رؤية كابتن قحطان لو مدرب الحراس؟ لجنة، لجنة كاملة، يعني مدرب الحراس كابتن قحطان وأكو لجنة. يعني هاي السنة أكو شغلات هواي اختلفت الصراحة، أنه كل أمر اتخذ هاي السنة إلى حل، مثل ما جابوا شيء ومثلا وراء مشكلة، كلها بقيادة الإدارة وقيادة كابتن قحطان. يعني الصراحة كابتن قحطان هاي السنة هواي حل مواضيع وهواي حل شغلات يعني متراكمة، مو من حكم الإدارة وال مو من الصعوبة تواجد حارسين بفريق واحد كلاهما يبحث عن المركز الأساسي وأنت كابتن فريق هو عائد من وضع لكن هو حارس منتخب، تحسها صعوبة؟ لا بالعكس، منافسة، لأنه أكثر. إحنا متعلمين حراس المنتخب أو الليفل العالي كل واحد في فريقه ومستقر. شوف هي ماكو، أنا حسيتها ما الليفل عالي ما أيدك بيها، لأن حارس مرمى هو واحد، أكيد يكون مباراة زين مباراة مو زين. أكيد هي قلت لك، أنا أرجع أقول لك إنه أضافة للفريق ثلاث حراس، وإن شاء الله نكون خير عون للفريق ونخدم الفريق، أكيد إحنا جايين خدمة النادي. زين، راح تكون المنافسة شرسة بينك وبين محمد أكيد. حميد ومحمد شاكر. شرسة شرسة إنه شرسة بالمعنى الإيجابي. إيه لا أكيد. يعني ما راح تتعاركون بوكسات، أقصد شرسة بالتمرين والأفضل إيه بقال الأفضل. إيه أكيد، يعني هسه إحنا بالمنتخب من الروح نفس المنافسة ونفس الروح. إيه أكيد أكيد. يعني ماكو واحد يجي ضامن نفسه أساسي. صح، إحنا واحد يكمل الأخ.